السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نكون اللون الزيتوني او الاوليفر كلر بالالوان المائية. في عندي طريقتين عشان اكون اللون الزيتوني. الطريقة الاولى هستخدم اللون الاصفر اليلو، وهستخدم السريلان بلو اللون الازرق، وهستخدم الدرجة التالتة معانا البرنسيانا او البني المحمر عشان اطلع اللون الزيتوني. هنبدأ كده مع بعض واحدة واحدة هنشتغل. هناخد اللون الاصفر، مع سيريليان بلو اللون الأزرق، وهنخلطهم مع بعض. تمام. وهناخد البرنسيانا، بدأ يطلع معايا اللون الزيتوني. هضيف برنسيانا تاني عشان يبقى غامق شوية. وسنة أصفر كمان كده، اتكون معايا درجة اللون الزيتوني. ممكن أفتح الدرجة شوية، أضيف لون أصفر وأعمل زيتوني فاتح، ودي هتكون معانا الطريقة الأولى لتكوين اللون الزيتوني. الطريقة التانية، أنا هستخدم اللون الأصفر وهستغنى عن الدرجتين دول، وهضيف مع الأصفر لون الأسود. تعالوا نشتغل كده مع بعض. ناخد اللون الأصفر اليلو، واخد شوية من اللون الاولاني، ممكن ننضف الفرشة كويس. ناخد اصفر ونضيف اللون الاسود سنة صغيرة، سنة كمان. اداني اللون الزيتوني. تمام. نغمق شوية. وممكن ازود سن اصفر عشان اخد درجة زيتوني افتح شوية. وبكده قدرت بالطريقتين دول ان انا اعمل اللون الزيتوني. يا اما هستخدم الاصفر مع الاسود، او هستخدم الاصفر مع السريلان بلو مع البرنسيانا. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.